يا صباح الفل ويا مساء الفل حبايب قلبي مشاهدي برنامج مطبخ شيف ريهام الديدي. النهارده هنعمل الحواوشي اللي طلبتوه مننا امبارح واول امبارح. طبعا انا مستنيه تليفوناتكم ضروري جدا 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 على احر من الجمر عشان لو ليكوا اي استفسارات. هنعمل النهارده حواوشي اللحمه وحواوشي الفراخ ان شاء الله نعمله كده بطريقه سهله وتنول اعجاب حضراتكم. انا هبتدي الحقيقه بحواوشي الفراخ علشان هياخد بس سنة وقت كده ان احنا نضربه مع بعض. طيب احنا بنجيب فراخ صدور شكل حضراتكم شايفينه ده اهو، وبقطعه مكعبات وبقوم نازلة بيه في قلب الكبة بالشكل ده، وهحط بصل. طبعا البصل بيديله طعم حلو قوي، وكمان اللي بيدي طعم حلو جدا بهارات الحواوشي اهي، وحط بهارات فراخ. الله على الطعم والله على الريحة. المقادير مع حضراتكم على الشاشة علشان تصوروها براحتكم جدا. ادي شوية الملح، شوية الفلفل الاسود اهو، وهاجي هنا هقوم نازلة بسنة كده من البقدونس بالشكل ده، وهقوم جاية حاطة سن الثوم اهو. كل ده بيعلي الطعم معايا حلو قوي. وهقوم جايه هنا بالشكل ده كده، وهبتدي اضربها كويس قوي اهو. اهم حاجه اتاكد من انها تكون بقت متجالسه مع بعضها كويس. بصوا اهو، او زي ما اتفقنا ابتدت تلف على بعضها اللي هي الكفتايه الكبيره اهي. خلاص هاجي هنا بقى دلوقتي بعد ما بقت الكفتايه الواحده كده، وهقوم جايبه بوله وواخده العجين بالشكل ده. طبعا انا مستنيه اتصالاتكم ضروري جدا علشان انا بيهمني قوي طلبات حضراتكم اللي بتطلبوها مننا. وبعجن كده بالشكل ده كده كويس قوي. النهارده بقى في حاجه هنعملها مع بعض، هنسوي الحواوشي على النار. زمان كان يقول لك فرن ومش فرن، النهارده هسوي لكم جزء كده وجزء كده علشان تشوفوا حضراتكم الشكل هيبقى عامل ازاي. بنرفع طاسه على البوتاجاز، اهم حاجه انها تسخن. خلاص هاجي هنا هجيب طبق علشان احشي عليه. بنجيب العيش بيبقى مفتوح كده. يا استاذه شهد اهل انا، اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء النور، يا ريت حضرتك تعلي الصوت شويه. عامله ايه؟ بحبك قوي يا حبيبتي. الحمد لله وانا بحبك قوي، الصوت بس واطي يا ليسي. يا ريت تعودي الاتصال مره اخرى وهستناكي. خلاص انا بحط الفراخ بالشكل ده كده اهو، بحطها نيه اهو بالشكل ده كده. بصي، وبعد كده بتطبطبي على الرغيف من بره. اهلا وسهلا يا استاذه عزه. الو، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك توطي التلفزيون بعد اذنك وتسمعينا من التليفون. تمام، ازي حضرتك؟ اهلا الحمد لله، انا بخير طول ما انتوا بخير. والله انا بحبك قوي قوي والله العظيم. الله يعز حضرتك تعيشي. حضرتك والله يعني من الناس المحترمة، وفعلا يعني فرقتي كده في غيابك فعلا. الله يخليك يا حبيبتي ويعزك، تنوريني دايما وتشرفيني، اهلا بيكي واموريني. انا بحب حضرتك قوي والله، انا بحب حضرتك جدا وانا جداً والله جداً. بحبك جدا جدا. هتطبخي ايه النهارده قوليلي؟ النهارده والله هعمل بامية ورز. اوبا بقى، على فكرة البامية بالليمون بقى والجرجير واديها.
فعلا انا كنت نفسي اعملها طاجن، فكنت بسال حضرتك يعني عشان اعملها طاجن، انا ما اعرفش اعمل طاجن الباميه وكده، فجوزي طالبها مني انا عايزه قلت اسال حضرتك. معلش عيدي السؤال تاني. كنت عايزه اعمل الباميه طاجن، طاجن باميه باللحمه. بصي كده اهم حاجه في الطاجن، بصي بقى اديها الغلوايه بتاعتك على النار في الحله، وبعد كده اقلبيها في الطاجن، ده اهم حاجه في نجاحها. يعني انت بتعملي البصله بتاعتك، وبعد كده بتحط لها التومه النيه تدي طعم حلو قوي، واخده بالك، وبتسقي عصير الطماطم بتاعها، وتحطي الفلفل الاخضر الحار، وبعد كده بتقومي على طول حاطه الباميه، اول ما تغلي تقومي نقلاها. طبعا انت لو عندك لحمه مسلوقه شوحيها مع البصله هتديكي طعم حلو قوي. اهلا وسهلا يا استاذه سهر. بصي يا سهر بقى انا هنزل، بصي انا هنزل بالرغيف هنا ازاي كده. الو بصي هنزل بالرغيف ازاي كده، اهو هعمل كده. شايفه يا سهر؟ ايوه شايفه. ده شغل، ده شغل على ميه بيضة. تسلمي ايدك يا سيدي. تسلمي لي، تسلمي لي يا قلبي، اموريني يا حبيبي. عامله ايه الاحمر هياكل منك حبيبتي. انت اللي عيونك حلوه. ايه اخبارك يا سيف؟ عامله ايه؟ وحشاني. الحمد لله، وانتوا اكتر يا حبايبي، وانتوا اكتر، والله يعلم ربنا انا بحبكوا قد ايه. بحبكوا كلكوا. وانا بحبك كتير قوي. قولي لي هتطبخي ايه النهارده؟ لا النهارده عامل اكل انت بتعمليه، ده ما ينفعش. طب ده لازم على فكره، خلي بالك احنا عاملين النهارده شغل جامد قوي. تسلم ايدك والله، كل اكلاتك جميله وبحبك قوي، وبحب كل اكلاتك. تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي، متشكره ليكي ولذوقك قوي. يا اخويا الزير عايز يكلمك، ممكن؟ طبعا اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ ازيك انت، اسمك ايه؟ اسمي زياد. اهلا يا زيزو. منور البرنامج يا زياد. الله يخليك، انا بحب اكلاتك قوي وبحبك. طيب يا حبيبي بقول لك ايه، يلا خلي النهارده اعمله في البيت الحواوشي. ما اختي هتعمله لنا النهارده. ايوه كده 10 على 10، ده شغل على ميه بيضة. انا كل يوم بتفرج عليك ما بسيبش حلقه. ولا حلقه؟ ولا حلقه. طب وتعلمت ايه بقى قول لي؟ اتعلمت حاجات كتير مني. زي المكرونه البشاميل. ايه المكرونه البشاميل اللي بحالها؟ يا سلام عليك. الحواوشي اللي انت بتعمليه يا حبيبي. يلا شطور، خش بقى ساعدها. ايه؟ خش ساعدها. انا هخش اعمل معاها. طيب يلا وقول لي الاخبار ايه، مستنياك بكره تقول لي. اهو بالشكل ده كده. انا عايزه اجرب حاجه، مش احنا مسخنين دي يا ليسي؟ طيب بصوا بقى، انا هنا مسخنه الجريلا. يا ام دانيال بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتعمل معانا شغل على ميه بيضه. ام دانيال. ايوه مساء الخير يا شيف. مساء الفل والجمال على حضرتك، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف عامله ايه؟ انا كويسه وبخير طول ما انت بخير يا حبيبتي، اتفضلي. الحواوشي القمر ده. الله يخليكي، انت لعيونك حلوه. تعيش يا شيف، دايما كده منوره الشاشه. الله يعزك يا حبيبتي ويبارك فيكي. هتطبخي ايه النهارده احكي لي؟ انا شايفه ان الجو ده محتاج جبنه والنبي ده انت اميره وهتطبخي، ده الجو ده محتاج جبنه وبطيخ. ده انت طيبه قوي. لحمه مسلوقه وملوخيه خضراء. طيب حلو قوي، ده جميل، بالف هنا وشفا عليكم يا رب. نفسنا النهارده نعمل حواوشي شبك. يلا خلاص اعملوه بكره. ان شاء الله. الله يعزك ويبارك فيكي حبيبتي، اهلا بيكي، شكرا ليكي لاتصالك. الله يخليك يا شيخ، حبيبتي تسلمي، ربنا يحرمنا منك. الله يعزك يا حبيبتي ولا منكم. تعالوا نعمل بقى حواوشي اللحمه، نشوفوا هنعمله ازاي مع بعض. انا حطيت اللحمه، اهم حاجه بقى عجنتها. خلاص هنحط شويه برضو بهارات حواوشي، والتركايه بقى هنا شويه قرفه. اللي عايز يحط شطه بلدي ممكن يحط، بس احنا هنا ايه، عندنا الناس هنا مش بتحب الشطه. خلاص وهنحط البصل. اهلا وسهلا استاذ زيدان، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. المقادير مع حضراتكم على الشاشه عشان اللي عايز يصورها، وامرني يا فندم. الامر لله. حضرتك انا كان في مره في قناه كده شفت شيف. ايوه. وخدت منه وصفه اللي هي بتاعت سمك التونه، اعمله تونه. بس انا بصراحه من فتره عملتها، وسلسله التركيبه بتاعتها ايه؟
وكان قال ليمون وخل بس ما اعرفش المقادير قد ايه. تتبيله التونه؟ ايوه يا فندم، سمك التونه اللي تعمل تونه. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. هقول لحضرتك حالا تتبيله التونه دلوقتي ايه. عيني، حاضر. بصوا الجمال من جوه بقى عامله ازاي. مخرجنا الجميل هيقطع على الرغيف حالا. لا العكس اهو، اجيبها لك كده اهي. شايف الجمال اهو. انا عايزه ابص هنا اشوف الاخبار ايه. بسم الله اهو ابتدى يضلع اهو، شايفين الجمال. بصوا بقى اهم حاجه بيحبها الحواوشي ان احنا نلمعه بالزيت. اهو بعمل كده سنه كده، ما بنحطش كتير، بحط سنه كده بسيطه علشان يلمع معايا اللمعه الحلوه. خلاص هنيجي بقى هنا عفوا نعمل ال حواوشي اللحم. يبقى احنا حطينا البهارات، واهم حاجه ان انا ادعك كويس قوي كده بالشكل ده. واضح اهو. بعد ما عملت كده هاجي هنا وهحشي في قلب برضو الرغيف ده كده. بس انا هنا عايزه ابص برضو على رغيف الحواوشي ده، اطلعه لان هو بدا يستوي، فانا شايفه ان كده يدوب جدا اهو. اطلعه كده جنبي عقبال لما اشوف هنا ده برضو اخباره ايه. طبعا الحواوشي لازم يتسوى كده ايه على نار هاديه، ما نستعجلش في التسويه بتاعته علشان خاطر يستوي حلو. انا كمان هنا عايزه اعمل حاجه، عايزه اوطي البوتاجاز سنه صغيره كده، وبعد كده هاجي هنا. النهارده هنحط بقى في حواوشي اللحمه هحط روز بيف. بصوا بقى انا هاجي اخد نص اللحمه هنا بالشكل ده كده، وهقوم برضو ببطاطه كده بنفس الشكل. معانا مين على التليفون؟ استاذه منى. الو. الو، ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام والله، تمام الحمد لله. طيب قولي لي عايزه ايه؟ طريقه المشبك. عايزه المشبك؟ الو. يا ريت تسمعيني من التليفون بعد اذنك وتوطي التلفزيون. حاضر. طريقه المشبك هعملها لك. حاضر، دي سهله جدا. حاضر ماشي، هعملها لك يا حبيبتي. شكرا ليكي ولاتصالك. طيب هاجي هنا بعد ما عملت كده اهو، حشيت وحطيت فيه شويه الزيتون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هقوم نازله بيه هنا كده. اهلا وسهلا اهل الشرقيه، الله وكيل. الو. عامله ايه يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك؟ ممكن اعرف طريقه الدونتس؟ طريقه الدونتس. حاضر، ايه رايك اعمله لك في البرنامج؟ ماشي، عيني الاثنين، لان هو طبعا ليه طريقه حلوه ولازم يخمر كده وبعد كده يتقطع ويتساب. لا يعني ليه شرح، مش لازم يعني ما ينفعش يتقال كده، ما ينفعش اضحك عليكي ويسموه صلق بيض. ماشي، هتسلم ايديك على الحاجات الجميله اللي بتعمليها. الله يعزك يا حبيبتي ويبارك لي فيك يا رب. ممكن بعد اذنك تقولي طريقه المقادير بتاعت الحواوشي الفراخ ثاني؟ معايا حالا هنزل لك الفراخ واللحمه حالا دلوقتي، صوريها بالتليفون حالا. ماشي، شكرا. تأمريني. شكرا ليكي يا حبيبتي لاتصالك، اهلا وسهلا بيكي. تعالوا نشيل كل ده كده. المقادير حالا هتنزل لك دلوقتي على الشاشه. بصوا بقى انا بضغط كده اهو بالشكل ده كده، وهاجي تاني هقوم قلب. الله على اللون. معانا مين على التليفون؟ الو. لا، ام يوسف. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازيك انت؟ الحواوشي ده جميل. يا حبيبه قلبي، يلا تعالي تعالي علشان تاكلي. وجميل من ايد حضرتك. الله يعزك ويبارك فيك يا حبيبتي. والله العظيم بجد. الله يعزك. بس لو سمحت انا عايزه طريقه الشاورما.
طريقه شاورما اللحمه ولا الفراخ؟ لا الفراخ. حاضر. الفراخ بصي اهم حاجه التوابل بتاعه الشاورما لازم تبقى حلوه، خلاص؟ تحط لها جنزبيل، تحط لها توم بودره، بتحط لها بصل بودره، بتحط لها قرفه، وبتحط لها قرنفل مطحون، بتحط لها ليمون ناشف مطحون، كل الحاجات دي بترفعيها مع بعضها وتقومي حاطه معلقه زبادي صغيره او علبه زبادي صغيره على الكيلو وتعجنيها كويس قوي. خلاص بعد ما تعجنيها كويس قوي، مش تعجنيها اقصد تقلبيها في بعضها يعني، تقومي واخداها بعد كده وحطها في التلاجة لمدة ساعة تتبل كويس. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون حكاية بصراحة. بعد ما تتبل كويس قوي بتقومي رفعاها على النار. خلاص هاجي هنا وهقوم شايلة كل الزيادات ده. يا أستاذة نادية، ألو أستاذة نادية، ألو. ايوه معاكي. انا مع حضرتك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله انا بخير طول ما انتوا بخير يا حبيبتي. اهلا بيكي. ربنا يخليكي، تسلم ايدك على الحواوشي الجميل ده، شكله سهي ويفتح الناس. الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. ربنا يخليكي. بس عايزه بقى مقادير ايه الحواوشي من الاول، الفراخ عشان انا ما لحقتش الحلقه. طيب حالا دلوقتي هتنزل لحضرتك حالا مخرجنا الجميل، بعد اذن حضرتك تنزل لهم اللحمه والفراخ. يا حبيبتي تسلم ايدك. تأموري. عايزه ايه تاني؟ عايزه بقى المش الست تعملها لنا عملي. حاضر بس كده. تسلم ايدك، تسلم عينك، شكرا. عينينا يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي والاتصال حضرتك. طيب انا هنا دلوقتي عايزه اجيب الطاسه دي اللي كنا بنشتغل فيها، نرفع دي هنا كده ونجيب دي هنا، نرفع النار. اهلا وسهلا يا ام سليم. اهلا وسهلا، ازيك يا سيف حبيبه قلبي ونني عين الشيف، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ وحشاني والله. وحضرتك اكتر. إيه انا عايزة حضرتك اقول لك على طلب بس صغير كده، بس انا مش عارفة اعمله. اتفضلي يا فندم اموري. المكرونة مقوطة. ايه المشكلة عندك فيها؟ ما بعملها شكلك بصلاية. شكلك عروسة، شكلك عروسة صح؟ ويدل. ايوه طبعا. طيب يا حبيبة قلبي تعاليلي خشيلي، بقول لك هتنزل لك الصفحة حالا دلوقتي مطبخ ريهام الديدي، وتابعيني هعلمك، هخليكي استاذه ورئيس قسم في المطبخ. عندك ايه المشكله قولي لي، ده انا عايزه اسمع مشكلتها يا ليسي. قولي عندك ايه؟ قوليها لي بس كده عشان انا ما بعرفش اقرا. ما بتعيب. بص يا حبيبتي، بتجيبي زبده على زيت تحطيهم، وبتضربي عصير الطماطم تنزلي بيه عليهم لما تسخن، وبعد كده تقومي حاطه شويه ملح وفلفل ومعلقه صغيره سكر علشان تعدل الحموضه بتاعت مزازه الصلصه. لقيتي الصلصه بتاعتك فاتحه، حط لها معلقه صغيره من الصلصه بتلونيها لو الطماطم فاتحه. خلاص الموضوع سهل خالص، ما فيهوش اي صعوبه. الله يخليك يا سيف. يا حبيبتي تأمري. وبعدين هقول لك على حاجه بقى، المكرونه ما تسويهاش التسويه اللي هي بتاعت الاكل مره واحده، يعني هتبقى الصلصه هتلاقيها مرقه شويه. كملي سلق كملي سوى المكرونه فيها علشان تشرب من الطماطم، عرفتي ازاي؟ ولازم تجيبي نوع حلو من المكرونه علشان ما تبقاش بترمي معاكي نشا، عرفتي ازاي؟ الله على اللون، الله على اللون اهو. هعمل كده، هاجي هنا دلوقتي، حاسه ان انا عايزه احط ده هنا كمان يا ليسي اهو. سيب ده كده يعظم. حلو. معانا مين على التليفون؟ انا طبعا هنا كنت حاطه كمان في الفرن اهو بالشكل ده كده. الصوت مش واضح. الو، ايوه. هاجي هنا دلوقتي وابتدي بقى ايه. اهلا وسهلا يا استاذ حسين، اهل اسوان الغاليين وصديق البرنامج. الله يخليك يا شيف، الله ينور عليك والله يا شيف، كده الحلقه الجميله وحلقتك كلها جميله وممتعه. الله يعز حضرتك، الله يعز حضرتك. شكل الحواوشي صراحه يعني شهي ويفتح النفس. ده احنا نجيبه لك على عيننا يا استاذ حسين لحد عندك في اسوان. الله يخليك يا شيف واهل اسوان الغاليين المحترمين.
تسلمي يا شيف والله، وحبيبك كله ذوق واخلاق والله، والناس الجمال والمحترمين بيرد علينا مثال يعني مثال الاحترام يعني صراحه. الله يعز حضرتك، شكرا ليك ولاتصالك. الله يخليك. بعد اذنك يا شيف، بعدين حلقه على المعجنات يا شيف. حاضر، هنعمل معجنات ما اتعملتش قبل كده الا هنا. هنعمل احلى معجنات باذن الله. تعالوا بقى كده نقلب دي كده اهو بالشكل ده، اهو قوم رافعاه هنا وارفع دي كده. معانا مين على التليفون؟ طيب هنيجي هنا دلوقتي ونقوم قلبين كده اهو بالشكل ده. عايزين السكينة. انا عايزة سكينة عادية اهي. ايوة كده. شايفين الجمال؟ هنجيب هنا. بص بقى. هاجي كده هنا. واقوم حاطة البقدونس بالشكل ده. شايفين الجبنه بقى عامله ازاي؟ سايحه ازاي؟ واضح؟ مخرجنا الجميل الله ينور. اهو اهو، بصوا الجمال. بعمل كده وانا هنا محمره شويه من البطاطس. انا برضو عايزه اجي هنا، انا بس عايزه بس هاجي هنا واقوم شايله دي بسرعه كده بالشكل ده خلاص. وبعدين هنيجي هنا برضو ونقوم قاطعين ده. بصوا ما تقطعوش كده، بقطع كده. شايفين اهو؟ سامعين القرمشه عامله ازاي؟ اهو الدنيا سخنه مولعه اهو، ما خدش وقت. وهتقومي تعملي الكلام ده كله دلوقتي في قلب البيت، وسهل جدا اهو. هاجي هنا وهقوم قطع. بصوا بصوا القرمشه، واحد اتنين شايفين برضو؟ واضح؟ طيب هاجي هنا وهقوم جايبه بقى الطبق الثاني، هحط فيه اللحمه. اهم حاجه الخضره اللي بتديني الشكل الحلو اهو. واهو هاجي هنا بجيب اللي سويته في قلب الفرن، وهقوم قطع كده بالشكل ده. شايفين الجمال اهو؟ واضح ده فراخ برضو. هنلف كده ونكمل اهو. هنحط هنا شوية فرايز حلوين مع شوية الخضرة، وهنيجي نجيب بقية الطبق التاني بتاعنا بالشكل ده. وادي صوت القرمشة برضو بالشكل الجميل ده اهو. ادي حواوشي اللحمه. الموضوع سهل جدا سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبه. هشيل ده من هنا
الساندوتش ده هيبقى حامي قوي. باين ولا مش باين؟ الريحه واصله لكم ولا لا؟ ده اللحمه برضو هاخده كده اهو، وهقوم مقطعه كده تمام. لا عايز القرمشة، عايزه تجيب لي تحت شويه اكتر. هاجي هنا وهقوم حاطه كده، وادي بقيه الاكل بتاعنا. شايفين الصنفين بقى شكلهم حلوين قد ايه وما خدوش اي وقت، واهم حاجه طبعا الخضره بتاعتنا. وادي شكل الطبقين بعد لما خلصوا. ايه راي حضراتكم؟ هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع مع الفقره الطبيه، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الدكتورة منة ياسر، ماجستير التغذية العلاجية بجامعة القاهرة. هي جت طبعا بسرعة واحنا بنروق بسرعة بسرعة، وهي عايزة ادوقها الحواوشي، فهم قطع علينا وانا ماسكة الطبق. طب انا هعمل ايه؟ احنا دلوقتي حالا انت لازم تدوقي، لازم تدوقي، مش كل يوم. هو شكله فظيع يعني، انا مش كل يوم اقول لك ايه بصي بصي يعني وبس. بصي وبس. لا ما ينفعش، احنا والله ناس كرمة جدا. انا عارفة والله دي ناس كرمه جدا جدا، مش عايزه اقول لك بقى. بصي بقى انا هقول لك على حاجه. طب كويس ده هنا في طنجة اهو، والله انا مش عايزه اقول لك. تحبي ايه بقى، بالفراخ ولا باللحمه ولا عايزاه مقرمش ولا حراق؟ لحمه ومقرمش. لحمه ومقرمش. انا صراحه ما بقولش مقرمش، اقول محرمش. محرمش واخد حرمشه كده من بره. طب بصي بقى استني، مالكمش دعوه باللي انا هعمله ده. مالكمش دعوه بيا. بس بقول لك ايه، علشان هم يعرفوا انك انت مش حارمه نفسك. لا ابدا والله. خلاص أبداً أبداً. دلوقتي انت هتاكلي والكورس موجود ومش حارمه نفسك. حلو. استني بقى بديكي والتمرين بقى. موجود. بتحبي فرايز؟ بحب فرايز. انت متاكده؟ عايزه اقول لك كل المتابعات اللي كانت هتجيلي خلاص. شكرا. اتفضلي. تسلمي ايديك الحلوه. شكرا. سلام يا سلام يا سلام. احنا النهارده عندنا كلام جميل. واو. شكرا جدا. قولي لي بقى، قولي لي الاخبار. اجيب لك كلينكس؟ شكرا. والله العظيم يعني تعبك ده مش عارفه لن يقدر بما. ممكن اعمل لك حاجه كمان، بس انا مش عارفه هم شالوا من هنا الجوانتيات، كنت عشان ايديكي ما تسلم. ايديك الحلوه. اتفضل. شكرا يا روحي. شكرا. شكرا جدا. احنا عايزين نتكلم على الحرق بقى. الموضوع باظ كده، ما بقاش في حرق اصلا. صح الغلطان. طبعا ده الحرق ده مهم جدا. عايزه اقول لك. بصي استني استني. أوكي. بصي خدي راحتك. نفس المشكله بتاع كل يوم، كم او كم لا. على فكره بقيت افكرك. انا بقيت افكرك. انا عارف. عايزه اقول لك كميه الناس اللي بتبعت لي عندها مشكله واحده. الحرق. هنعمل في الحرق ايه؟ يعني تقولي كان حرقي بطيء، اصل انا حرقي والله منا ما بحرقش خالص. الدنيا بايظه خالص. عايز اقول لك كميه يعني بتلاقي بقى فئه عمريه من اول الكبير لحد بنتي نازله. يعني اطفال يعني دلوقتي سني كام؟ 16 سنه. بتقول لك اللي هو سن التين ايجر اللي هو بتاع الاعداديه ده، ثاني اعدادي. بتقول لك حرقي. حرقي ايه يا ماما؟ ده انت لسه الحرق بيقول لي هادي. بنت امبارح. والله العظيم ده انت لسه قالعه البامبرز ما لكش كام سنه. ما تهزريش. تلاقي قلت لك الحرق عندي متوقف، عايز حاجه تعلي الحرق. 21 سنه، 26 سنه. طب ماشي نقول بقى الحرق بقى ايه، اربعينات خمسينات مش عارف ايه الحاجات دي كلها. انا هاكل لوحدي؟ ما انا صايمه. طب حاضر. مش بقولك صايمه. والله حلو. فبالتالي انا كده عندي فئه عمريه كبيره قوي ما عندهاش الحرق، الحرق عندها مش لطيف او بتشتكي من الموضوع ده. هنقول النهارده بعض العوامل اللي تؤثر على الحرق وبعض العوامل اللي تزق معايا الحرق. يبقى انا عرفت مشكلتي فين وزقيت الحرق وخليته حركته. بدل ما انا واقفه والوزن ثابت ومهما عملت دايت الدنيا مش لطيفه معايا، حرمت نفسي مش جايب نتيجه، شربت يقول لك اشربي ميه كتير، تقول لك انا قاعده في الحمام. ميه لا حضرتك انت ليكي نسبه معينه زي ما شرحناها المره اللي فاتت. فبالتالي انا اعمل ايه؟ ايه هي الحاجات اللي تخلي الحرق عندي يقع؟ فيتامين د مش مظبوط، مخزون الحديد عندي مش مظبوط، الزنك واقع مني، المعادن واقعه مني، الهضم مش احسن حاجه.
لان زي ما اتفقنا نرجع ونقول، ودي عايز اقول لك ان دي دخلت الكتاب بتاعتي، المعده بيت الداء، اذا صحت صح الجسم باكمله. مش ده العقل التاني بتاعنا؟ مش ده الدنيا هي اللي بتبعت الاشارات والهرمونات والعناصر الغذائيه جوه بتشتغل تمام وزي الفل وبتمتص والدنيا كله بيطلع من هنا صح؟ طب لو هنا مش مظبوط اللي هيحصل الدنيا كلها تبقى مهما اخدت بقى شكرا ده انت الفيتامين د، حتى مهما اخدتي فيتامين د، مهما اخدتي زنك وفيتامينات وتقولي انا باخد كل يوم ايوه يا فندم هنا مش متظبط. اللي هي ايه الاساس؟ العقل الثاني بتاع الجسم اللي هي الفيتامينات. عايز اقول لك دي مقدمه الكتاب بتاعي، يعني عايز اقول لك ان انا اول حاجه بادئه بيها. شوقتيني للكتاب يا روحي انا. ده يشرفني والله بجد انك تقري ان شاء الله. عينيا الاثنين نسخه هديه سلام عليها بصمه وامضاء. تأمرين. فاول حاجه تخيلي انا بادئه بيها الهضم لان هو اساس اي حاجه في الجسم. انا اول ما بشتغل مع اي حد اقول له ايه اول حاجه الهضم عامل ازاي؟ اذا كان في غازات، انتفاخ، امساك، اسهال، حموضه، ارتجاع. ما فيش حد سمنه غير ما تقول لي كان عندي حموضه وارتجاع. طبعا صح ولا غلطانه؟ مش بيناموا بالليل، ده بيناموا قاعدين عليك. الله ينور عليك. بالليل لو اكلت فاكهيه من الارتجاع ممكن ان هي يجي لها فوميتنج. الله ينور عليك. انا هاكل اهو. متلاقيش نصي على رزقك. هي يعني هي الدكتوره جايه دلوقتي. طب استنى وانا ماكلها يعني. ايه ده؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ انت جبار قوي. الف هنا صحتين على قلبك. حلو جدا. عديتي. بجد حلو قوي قوي. الله اكبر. الف هنا على قلبك. صحتين وهنا. بوظنا الميك اب والروج. بقى لنا ساعه بنحط ميك اب. بصي بقول لك مش مشكله، احنا يعني احنا مع الساده المشاهدين احنا قاعدين معاكم اكننا في البيت. يعني احنا طبخنا والدكتوره جت وبنتكلم، يعني هنقدم لها حاجه. يعني احنا لو جينا لكم البيت اكيد فيها هتقدموا لنا شاي، حاجه ساقعه، فاحنا يعني لازم حواوشي. حواوشي معانا برضو. تمام جدا. فظيع. اولا كريسبي. الناس نفسها تاكل كل حاجه يا عيني. اللحمه حلوه قوي. مظبوط ظبط حلو قوي. انا بحب في حته اللي هو الحرقان البسيط قوي ده، اللي هو السبايس الخفيف. ايوه على خفيف. ده اللي هو ايه ينتش معاكي. انا اسفه جدا على الوصفات اللي لا 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 بصي انا عايزه اقول لك حاجه. الاكل الحرش هو أيوة. في حاجات اكلات معينه لازم تبقى حرشه. الممبار، الكشري، الحواوشي ما ينفعش تاكل بارد، لازم يبقى كده في لسعه بسيطه. الله ينور. الله عليكي. بجد يسلموا ايديك الحلوه. الله يصلح حالك يا شيخ. الف صحه وعافيه. شكرا. نرجع تاني بقى ولا لا؟ يلا احنا لسه هنكمل. اصبروا بس، بيبقى في ورق كده نلف ورقه كده وناخد السندوتش ده معانا. كيسه سمر كمان زي الفل. يبقى انا دلوقتي قلنا الحاجات اللي بتبوظ الحرق صح، وقلنا اول حاجه ابتدي بيها ايه؟ المعده. طب يا منى انا فعلا بيحصل لي الموضوع ده ارتجاع وحموضه. حاجتين او ثلاث حاجات، احنا هنذكر كذا حاجه منهم طبعا مش كلهم، انا هذكر كام حاجه بس. اوكي. منهم نقص الزنك. منهم نقص حمض المعده. حمض المعده ينقص. بقول لك انا بيطلع مع عندي لحد هنا. ده ممكن اللي هي أيوة. الناس اللي بتفضل تاخد الادويه المضاده للحموضه كتير مده طويله على اللونج ران بدون ذكر اسماء بتعمل كده. دي ضيف عليهم بقى ان ادويه الحموضه دي بيكون فيها مواد ثانيه اصلا بتعيق امتصاص الفيتامينات. طبعا. الله ينور عليك. طبعا. الله ينور عليك على كل حاجه. الله يعزك. الله يعزك. ده من بعد ما عندكم يا دكتور. يا روحي ربنا يبارك لك يا رب. دي بالصحه والعافيه. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انا كده عندي بعض المقاومات اللي تخليني بجد عندي حموضه وارتجاع وافضل بلبع في ادويه واقول هو انا ما بتحسنش ليه؟ ايوه يا فندم، لان قلنا فين الاساس؟ جوه. نظبط جوه بقى. طب اظبط جوه ازاي؟ مين هيساعدني ان الحموضه والارتجاع والهضم اللي مش كويس يتظبط؟ قشور السليم. ايه ده؟ وانت كل مره تقولنا قشور السليم؟ ايوه. انا هفضل اقول لك قشور السليم. ليه قشور السليم؟ لان قلنا بتنفش وبتعمل حيز في المعده كويس فبتحسن الهضم. الحركه الدوديه بتاعت الامعاء، مش الامعاء بتعمل كده؟ سبحان الله. يعني الحركه اللي الحركه ايوه الدوديه دي بتبقى محتاجه فايبرز او الياف معينه، اللي هي الالياف اللي هي القشور السليم، بيبقى الامعاء محتاجاها او المعده محتاجاها عشان تعمل الحركه الدوديه. فبالتالي تخلصت من مين؟ من البعبع اللي اسمه الامساك، اللي هو حرفيا بيعمل لي كرش مش لطيف وانتفاخ مش لطيف وشكلي كاني حامل وانا مش حامل. والفايبرز كمان هينقف في الاخراج، في عمليه الاخراج هينزل الدهون،
في الفايبر دي بينزل دهون في ما احنا عشان هي صفر سعرات حراريه بتحتاج سعرات حراريه من الجسم تسحب من الجسم الدهون عشان تحولها لطاقه والطاقه تعمل ايه بالتالي انا كده سحبت الدهون فبالتالي اللي هحرقه ده هيخرج قلنا عن طريق ثلاث حاجات احنا زي ما اتفقنا قبل كده الدموع والتبول والعرق والبراز والنفس نفسي بخار ميه عملوا دراسة لقوا ان احنا بنحرق دهون بنسبة 75% عن طريق التنفس ايه ده اللي هو النفس اللي طالع نازل ده راح بقى في نفس معين كده اللي هو من ضمن الحاجات ايوه اليوجا ايوه هو ده اللي انت عاملينه دلوقتي ايوه ناخد من هنا من الانف ونطلعه من الفم ازاي بقى كده ونطلع من هنا هملى بطني وصدري هواء واطلعهم شويه شويه لو عملت ده 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل مع شرب الميه مع التمرين مع قشور السيليوم والجارسينيا والحاجات اللي بتزود الحرق لسه هنتكلم عنها اكتر انا كده ضمنت المنظومه الكامله اللي هي ايه انا حرقي زاد حرقي زاد مزاجي اتحسن لان الستات اللي تقول لك انا هرموناتي بايظه بيطلع منين انتاج الهرمونات بيطلع منين يا فهمت من الامعاء عشان كده بقول هي العقل الثاني للجسم تخيل لو هرموناتكوا طالعه من هنا مزاجكوا طالع من هنا لو مفيش بكتيريا نافعه اللي بيعملوا القشور السليم البكتيريا النافعه دي لو مش موجوده شكرا مزاجك وحش جدا جدا غير امساكك غير عدم انتظام حركه الامعاء حبه اسهال حبه امساك تقول لك انا والله مش عارفه انا حبه اسهال حبه امساك حبه كويس حبه مش كويسه انا مش عارفه مشكلتي فين طب انا اعمل ايه واعرف اظبط الدنيا ازاي اول خطوه نعملها مع بعض التعليمات الغذائيه اللي هي ايه قشور السليم اول خطوه وزي ما اتفقنا نتواصل على الارقام الموجوده على الشاشه دلوقتي دي والفريق الطبي المختص هو اللي هيرد علينا بنفسه حلو وعلى كل حاله على حده جرعات استخدامات من غير حسنين غير حسنات اوكي نيجي لاهم نقطه الحرق مش احنا ذكرنا من اول 12 سنه دلوقتي بيقول لك الحرق بتاعي بايظ ايه يا فندم ده انت كل ده انت لسه بتقولي اهي لسه نقول والله العظيم فبالتالي الحرق بتاعي يزيد ازاي ادخل بقى حاجات تزق معايا يعني ايه تزق طبعا ظبطت الفيتامينات والمعادن زي ما اتفقنا فيتامين د المغزون حديد زنك المعادن كلها بقى البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم زي ما ذكرت المره اللي فاتت وابتدي بقى اظبط جارسينيا مستخلص الشاي الاخضر مستخلص القهوه الخضر نتكلم النهارده بقى عن كل حاجه لوحدها مش نلمهم مع بعض طب الجارسينيا دي بتعمل ايه دي ثمره استوائيه لقوا ان الناس اللي ابتدوا يدخلوها في نظامهم اليومي الروتين اليومي اولا بترفع من الكوليسترول الجيد يا فندم وتقلل من الكوليسترول الوحش الدور قال وحش بحب ادلع وتمام ونبتدي كمان الدهون الثلاثيه تقل معايا فكل ده ما يقل الكبد الدهني بيتحسن بدرجه 11 و12% وده ايه وده يعني على مدار الاستخدام المستمر ما اخدش حبايه واستنى تاني يوم اخس لا حضرتك ده احنا مش سحر مش سحر طبعا كل حاجه اي دواء هو مش سحر ايوه كل حاجه بتحتاج ايه تاتاتات واحده واحده مش هقول لك يعني بين يوم وليله هتخسي اللي انت عملتيه في سنين مش هتقدري تخلصيه في اسبوع حلو الكلام لكن ممكن يبقى في زقه في اسبوع يعني كده خطوه حلو قوي ايه تاني بتعمله الجرسينيا غير ان هي بتظبط مستويات السكر في الدم مشكله الناس ده حلو بقى كمان للامراض المزمنه جدا الناس اللي عندها ضغط وكوليسترول مقاومه انسولين والسكر مش منتظم وكل السكر مش منتظم كل ما الامعاء برضو نرجع نقول ايه المعده بيت الداء عشان كده طول الوقت بقول ان الامعاء دي حرفيا اي حد يجي يقول لي شفت البنوته اللي امبارح سالتيني عليها اللي عندها نحافه قلت لها ايه لازم تعمل تحليل براز طب لو حد جالي برضو تختوخه نفس الكلام لازم يعمل تحليل براز سواء ده او ده اللي عايز يتخن عايز يخس اللي عايز يثبت اللي عايز يعمل اي حاجه في الدنيا اول ما يجي لي اقول له لو سمحت تحليل البراز بتاعك فين ليه يا فندم عشان اعرف انت مشكلتك فين في المعده بيت الداء اللي انا لسه متكلمه عليها لو حلينا المشكله اللي جوه دي الباقي كله محلول ان شاء الله اتفقنا ايه العوامل اللي بتوقف نفس البنات والستات ان هم يكملوا النظام يزهقوا بسرعه ايه اللي بيخليهم يزهقوا حرم نفسها دي مشكله كبيره جدا هي بقى لها اسبوع تقول لك انا ماسكه نفسي ليه يا فندم تمسكي نفسك يعني جالي امبارح في اسبوع وكان في عيد ميلاد وما كلتش وكانت فرح وما كلتش ومتضايقه وهي اصلا انعكاس المرايه مضايقها يعني عايز اقول لك ان لما باجي اعمل اي نظام غذائي لاي حد اقول له ايه تحب تاكل ايه انت هتاكل الاكل اللي بحبه اول وانا جاي اعذبك ايوه اكلك الاكل اللي بتحبيه هاكلك الاكل اللي بتحبه تحب ايه انا بحب المحشي حلو جدا احط لك محشي في الدايت محشي في الدايت انا مش جاي اعذبكم
الدايت احنا عندنا مفهوم الدايت ان احنا نخس بس، صح؟ او نقفل بقنا نخس او ما ناكلش وما نشربش. ايوه وده من ضمن برضو الحاجات اللي انا حطاها في الكتاب وحياه ربنا تعريف الدايت. الدايت مش هو انك تقفلي بقك، الدايت ان انا امشي لايف ستايل الاكل اللي بحبه. بحب محشي اكل محشي، بس مش اكل محشي، انا اكل محشي. انا عايزه اقول لك حاجه، انت حتى لما تنزلي في اوتيل وتلاقي الاجانب قاعدين بياكلوا في اوبن بوفيه، تبصي تلاقيهم يمكن بياكلوا اكتر مننا. بس هما بيعرفوا ياكلوا ايه وامتى الوقت وازاي، يعني تلاقيهم فعلا صاحيين قاعدين في الفطار الساعه 6 الصبح. صح، مفيش حاجه اسمها 12. اه ومفيش حاجه اسمها 12 و1 الظهر دي. صح، وبعد كده يقوموا طالعين على الجيم. فتبصي تلاقيه مثلا الصبح بياخد الكورن فليكس وبياكل فول وبياكل بيض اومليت وبياكل جبن وبياكل العيش، بياكل من كل حاجه وبيشرب العصير. تقولي ايه ده، معقول وجسمه عامل كده؟ اه بياكلوا كويس قوي، بس بيطلعوا على الجيم يلعبوا. مفيش جيم، انزلي امشي. مشتركه في نادي لفي في تراك، تحت البيت في مكان واسع، انزلي امشي. مش احنا كان عندنا زمان يقول لك ايه، اتعشى وتمشى. اه صح. ليه؟ لان لما بنعمل حركه بعد ما بناكل بيقول لك بس 10 دقائق، صح، بعد الاكل مباشره. دي اثبتت فاعليتها انه بتنزل هرمون الانسولين وتظبط مستوى السكر في الدم بجد. يعني انا لو اكلت، الناس في رمضان كنت اقول لها كده، الناس تتابع معايا، اقول لها كلي وانزلي بس خدي بروته كده حوالين البيت، بس هي من 10 دقائق ربع ساعه بس. ده انا بصي ده انا راضيه جدا. ما 10 دقائق ربع ساعه بانتظام يوميا سكر احسن ما امشي نص ساعه مره واحده وما امشاش تاني. صح. يعني كان دايما حتى الدكتور يقول لي كده، امشي كل يوم 10 دقايق، بس هم ال 10 دقايق انا بمشيهم كل يوم في نفس الوقت. لكن امشي يوم اقول ده انا مشيت ساعه وبكره بقى يا ركبي يا رجلي وانا مش قادره، ده اللي بيبقى غلط فعلا. ده اللي بقوله، ان انا ما ادخلش بقلب جامد قوي. واحده واحده. تقول لي ايه، انا بروح الجيم انا اقدر امشي 45 دقيقه. يا روحي انت سارحه الجيم، اعملي بس 30 دقيقه. تقول لي والله اقدر، اقول لها والله انا عارفه انك تقدري وعارفه انك شطوره جدا، خليك عشان بس. عشان ما تزهقش كمان، واحدة واحدة. في ملل. انت عارفه جسمينا عامل ازاي؟ شفتي البيبي؟ ادابتيشن، تاقلم. على حسب ما بيتاقلم على النظام، على الوضع اللي انت حطاه. يعني امشي، اكل، نظام، نوم، صحيان، انت اللي بتاقلمي على ده. الناس اللي تيجي تقول لي انا مش قادره اكسر العاده، مش قادره مثلا اكسر العاده، مثلا الاكياس اللي هي بتتشرب والحاجات اللي مش قادره اكسر العاده دي، اعمل ايه؟ اقول لها اسحبيها واحده واحده وحطي مكانها عاده صح. أيوة. ايه ده، مش هقول لك بقى ان انا بقى كلي مش عارفه مسلوق، هتعيش روحك مره واحده بس. ايوه، شيلي حاجه وحطي مكانها حاجه تكون صح. من انجح الطرق اللي بتمشي مع الناس هي الطريقه دي. عشان كده بقول للناس ايه، خدوا مثلا قشور السليم. ومش هقول لك امشي على دايت، كلي اكلك اللي بتاكليه، بس ابتدي انك انت احسني اختياراتك. خلي اختياراتك افضل. يعني اختار مثلا اكل مثلا بزيت، ولا اكل مثلا حاجه متشوحه في زبده؟ اذا حاجه متشوحه بزبده طبعا. دي دهون بترفع الالتهابات في الجسم وتزود الكبد، مشاكل الكبد الدهني، وتزود كمان الزبده. الناس بتفتكر ان الزبده خطر. لا، الزبده مش خطر، الزبدة. ولا السمنه البلدي خطر، بس كترها خطر. كترها ايوه. عشان كده بطول الوقت بقول لكم ايه، البورشن اللي لما اجي اقول لاي حد لسه بيتابع ما يقولوا بورشن، يعني ايه بورشن؟ اقول لهم مثلا الزبده قد عقله الصباع، اللي مثلا هناكل كم وكيف. ايوه، كم وكيف. هتاكلي زبده، اعملي بيها البيض الصبح، بس حاجه كده يعني قد عقلتين عقله، ادي طعم احسن من ما فيش خالص. عايزه اقول لك الزبده البلدي الجاموس، السمنه البلدي بقى الجاموس، فظيعه. انا ما بصحش، ما بطلعش المرطه، وانا كمان، علشان خاطر لان انت بتاخديها باللبن بتاعها بتبقى اخف. فانا بجيب القالب وبقطعه قطع زي ما بتقولي كده صغيره، واسحب منها اطعم الاكل. انا كمان عايزة، لكن اللي هي تتسيح دي في منتهى الخطوره. انت بيواخده خلاصه سمنه، دي اللي بتبقى خطر فعلا على الشرايين والاورده. مش بس كده، بتتاكسد. طبعا لما بتغمق بتتاكسد. بالظبط. هي المرطه حلوه طبعا، مفيش كلام. بس برضو خلينا برضو يعني مره كده مره كده، بالظبط كده، مش على طول. مرطه المرطه حلوه جدا، بس برضو يعني زي ما اتفقنا، خير الامور الوسط. بيتم ترشيح الكورس ده بناء عن ايه ولا الدنيا بناء زي؟ بقى على حالتك الصحيه. يعني ايه؟ يعني منا جاي من عندها 120 كيلو، من عندها مشاكل على الكبد لا قدر الله، وعندها كوليسترول عالي. حلو. واحده ثانيه 80 كيلو، لا عندها مشاكل كبد ولا ضغطها بايظ ولا اي حاجه، هي بس كل محتاجه كم كيلو كده يتظبطوا. طب كم كيلو يتظبطوا دول ازاي؟ برضو لازم قشور السليم اساس عندنا. تاني حاجه اظبط لها مستويات الحرق. اظبط مستوى الحرق ازاي؟ قلنا اول حاجه الجرسينيا وشرحناه. تاني حاجه مستخلص القهوه الخضراء، دي بأحمض كلوروجينك وتعلي مستويات الحرق وتخليك مصحصحه كده، وهنا عارفه اللمبه لما تنور هنا. ايوه هي دي، هو نفس الكلام كده. فبالتالي انا حرقي زاد منين؟ من
القهوه الخضر. طب قهوه الخضر تنفع لكل الناس؟ لا. طب الشاي الاخضر ينفع لكل الناس؟ لا. عشان كده حاطين كذا حاجه بيعملوا نفس الاداء. القهوه الخضر، الجارسينيا، مستخلص التوت البري ده لسه بقى هنتكلم عنه، لسه الهديه، وكمان الشاي مستخلص الشاي الاخضر. الثلاثه دول بيشتغلوا على ان هم يعلوا الحرق معايا، وكل الحرق ما زاد في جسمي كل ما ايه اللي حصل؟ ان انا كده خسرت دهون، والميكانيزم اللي ماشي بالدهون مش ان انا الناس فاكره الدهون دي بتتحرق كده في غمضه عين، مش حاسه حرق دهون. انا بحرق الدهون ولكن حجم الخليه بيتقلص. جالي تليفون امبارح في البرنامج مدام نهى بتقول لي بالليل بتجيلي شهيه غير طبيعيه، ببقى طول النهار مش عايزه اكل، انا مش عارفه اعمل ايه في بالليل ده. حلو قوي، هتعمل ايه؟ احنا عشان كده حاطين ايه بقى، خلينا نقول برضو على نقطه مهمه قوي، ان بعد الساعه 7 بالليل هرمون الكورتيزول بيبتدي يقل، بينزل، فالشهيه تبتدي تلعلع. ولو ما نمتيش بقى كمان، يا سلام، ده هرمون التوتر بيزيد والقلق بيزيد، وكل ما احنا ابتدت الهرمونات تبقى عندنا حصل لها ايه، ديستربنس او عندها اضطراب، كل ما حصل لنا جوع ليلي. عايز اقول لك من مشاكل او احنا نسميها في الماستر سميناها اضطرابات الاكل. احنا من ضمن اضطرابات الاكل، الاكل بالليل يصنف. يا لهوي، ايه ده؟ يعني انا عندي اضطرابات اكل؟ لا لا خالص، ما تلاقيش، ده الموضوع بسيط خالص. احنا كل اللي هنعمله بس ان هنقول للفريق الطبي المختص ان انا بيحصل لي جوع بالليل. فاعمل ايه؟ هيقول لها خدي قشور السليم هتشبعك، وتدي اشارات صحيحه ان احنا في هنا انك شبعان، مش اشارات مزيفه زي بقيه الادويه اللي بتعمله خالص. احنا هنا في اكل، وحتى لو هتاكلي انت اخرك هتاكلي ايه؟ ممكن نص كمان واحده الحواوشي اللي شكلها حلو قوي دي بيجنن. انت هتاخديها معاكي وانت ماشيه؟ هنلفها وناخدها كده معانا واحنا ماشيين. احنا بعد الهوا بنتحول، انت عرفوش انت تمام؟ انت برضو عيلتنا حبايبنا ما تقلقوش. فبالتالي انا كده هعلي الحرق ازاي؟ زي ما اتفقنا قلنا الشاي الاخضر هيعلي لي الحرق. نفس الكلام برضو في كافيين، بس الكافيين بتاعه ما يضرش كاني شربت مثلا مش عارفه 10 قهوه خالص. ده حاجه هتظبط لي مستويات الحرق وتخليني مصحصحه كده، وتخلي حتى عند الهضم يتحسن مع قشور السليم. عايزاكي تكلميني على تاثير الاناسيليم في التخسيس. تأثر قشور السليم بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها بتدي اشارات صحيحه عن الشبع والجوع. هي ابتدت ان هي زي ما اتفقنا بتنزل مع بشرب معاها ميه تمام، بتعمل طبقه جل سميكه. طبق عشان كده يقول لك ايه، اول ما تعمليها مع الميه تشربيها على طول، هي بقى ما ينفعش تستني عليها دي. مش تقول لك افضي الكيس واجي اشربها مثلا وانا خارجه بعد ساعتين، ابدا. هي وقتي تحطي الميه وتقلبيها وتشربي على طول، ولازم كوبايتين ميه بعديها. ليه؟ لان هي بتحتاج ميه. فالناس اللي عندها احتباس سوائل، الناس بقى اللي عندها مشاكل في سكر الدم، الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول، الناس اللي عندها مشاكل في الهضم، الناس اللي عندها مشاكل حرقان وتقول لك انا عندي ارتجاع مريء والحته دي مش تمام، بيظبط لكم الحتت دي القشور السليم عشانكم. فبالتالي انا كده هل ينفع ان انا اتظبط لي فعلا كل الكلام ده؟ ايوه يا فندم. طب الناس عندها مقاومه انسولين هتعمل ايه؟ الناس عندها سكري واحد. مقاومه الانسولين دي بقت منتشره كمان في الشباب قوي. شباب ايه دلوقتي؟ سن تسع سنين وعشر... لا ده في كمان ده في العشرينات والثلاثينات بقت تفاجئ ان حد قاعد بيقول لك انا مهبط، مالك فيك ايه؟ تقيسي سكر تبص تلاقيه يعني داخل في هايبوجلايسيميا، تبص تلاقيه مثلا 45 46، دي كارثه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان خلينا نعرف الهايبوجلايسيميا عشان هم يبقوا برضو عارفين. هايبوجلايسيميا اللي هي انخفاض مستويات السكر في الدم تمام، اطرافي بارده جدا، عندي تعرق بارد، اطرافي بارده وتعرق بارد ايوه، تحس ان انا قاعد في تكييف عالي وانا مش قاعد في تكييف عالي، وزياده في ضربات القلب، وزياده ضربات القلب طبعا. او بصي في ناس تغمى عليها أصلاً. لا وبعدين قبل الاغماء بيبقى في رعشه كمان في الايدين، في العضلات بتاعه الرجلين بتبقى ماسكه من منطقه الفخذين لحد للسمنت الرجل، وحاسه ان انا بترعش، يعني جسمي كله بيترجف كده، عصبيه، عدم تركيز، ضربات قلب مش مظبوطه، ونفس ضيق. ايوه تبقي قاعده مع ان انت يعني بارده وما في. ليه بقى السكر مش مظبوط؟ دي اسمها هايبوجلايسيميا. طيب الناس بقى بتتصرف ازاي وقتها؟ على طول تعمل ايه؟ لازم هنا بقى ما فيش هزار، لازم حرفيا ممكن معلقه عسل ابيض وميه دوب ونشرب. ده غير بقى كمان كده ممكن الزبيب كمان هايل، والزبيب مش يتمضغ ويتحط تحت اللسان. اكتر منطقه البني ادم بيمتص منها السكريات المنطقه اللي تحت اللسان دي، العسل الابيض بحطه واسيبه شويه تحت لساني، ولو نفرض حد اغمى عليه حد، عندي مشكله بقى بنعمل ايه بقى؟ ايوه بنجيب العسل وبنعمل زي مساج
في الاغشيه المخاطيه بتاعه البق من جوه دي بتجيب، هي بتجيب الامتصاص، ما نديش سوائل لان السوائل ممكن تشرقه تدخله في مرحله خطر والانسان مغمى عليه. طبعا ده يعني حاجات من الاسعافات الاوليه اللي مرت في حياتنا وتعلمناها من دكاتره كبار، فلازم برضو نوعي حضراتكم تتعاملوا ازاي مع المشاكل اللي زي كده. قولي لي بقى على التوت. التوت مستخلص التوت البري، مستخلص التوت الجميل، مستخلص التوت البري 4 أضعاف او 3 أضعاف فيتامين سي. يعني ايه فيتامين سي ده؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيعلي المناعه جدا معايا، وكل المناعه ما زادت معايا كل ما الحرق زاد، وبالتالي مضادات اكسده بقت موجوده في الجسم. يعني ايه؟ يعني السموم قلت. وكل السموم ما قلت كل ما الجسم ابتدى يفوق. كلمه يفوق دي مش كلمه سهله على فكره. لا. الناس اللي بتحس بخمول عندهم كثره سموم في الجسم. وخاصه يعني في الكبد، لان الناس عايزه تنام. أيوة. بعد الاكله هو ده كمان اللي بيخلص الكلى والكبد، هم اللي بيخلصوا السموم. طب حضرتك يا فندم انا ابتدت عندي الدنيا تتراكم، والدهون دي مستخبي جواها، وركزوا قوي في الكلمه دي، الدهون مستخبي جواها سموم، فيتامينات ومعادن وسموم. طب لما بتيجي ابتديت ان انا الحرق بتاعي يزيد، لما اجي ابتدت الخليه اللي جواها دي، الخليه الدهنيه ابتدى يخرج من جواها الدهون وابتدت تتقلص حجمها، السموم دي هتمشي تتمخطر فين؟ في الدم. تيجي مضادات الاكسده تروح بيو 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 من الاخر، يعني كاننا بنلعب جيمز، بتروح ماسكه مضادات الاكسده اللي هي الاكسده اللي حصلت في الجسم. مضادات الاكسده تيجي بقى تحاربها، بتحاربها قلنا عن طريق قلنا فيتامين سي والتوت البري اللي موجودين في مستخلص التوت البري. يبقى انا كده عرفت انا ازاي اعلي كمان معايا المضادات الاكسده في جسمي. طب الهدايا ايه بقى؟ الهدايا انا احب الدلع زي ما اتفقنا، خشي لي على الهدايا. ايوه، مشكله المشاكل اللي بتقابل كل الستات وهي بتخس، ستات او رجاله على فكره، تقول لي كان ابتدى يحصل لي ترهلات. بصوا بقى ركزوا معايا كده واحده واحده. ابتدى يحصل لك ترهلات، بدل ما تروحي تعملي جلسات او تعملي اي حاجه ان هي تروحي تدفعي فيها فلوس زياده، احنا بنوفر لك كل الكلام ده. كريم شد الترهلات ده يحتوي على الكافيين وعلى الكولاجين وعلى فيتامين اي وزيت زيتون وجينسنج وحاجات كتير قوي كده. كل ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الدهون اللي تحت الجلد. الدهون اللي تحت الجلد دي بتبقى محتاجه تتحرق. طب لما تيجي تتحرق هنحرقها ازاي؟ بالكافيين. يبقى انا لو عندي تعرجات دهون تحت الجلد وشكلها مش لطيف اللي هو يسمى السيلوليت، انا اعمل في ايه؟ بالتالي انا حرقته بالكافيين، تمام، وابتديت ان انا شد الجلد بالكولاجين، يبقى حسنت مظهر الجلد وخليت شكله حلو وحرقت الدهون دي والمنطقه اللي هي بقى سواء الحته دي او اللغلوغ او البطن او الارداف او الافخاد بتبقى شكلها مش الطف حاجه او فيها زي ما اتفقنا سوليليت. تقول لك مش عارفه البس بودي، مش عارفه البس بنطلون، يبقى انا الحل بتاعي كريم شد الترهلات. الهديه اللي هيكون معانا النهارده ان شاء الله، اتصلوا بس انتوا على الارقام دلوقتي. ده احنا عايزين الارقام، هي الارقام معانا على الشاشه، هي الارقام اللي ظاهره على الشاشه موجوده. طب انا عايزه اعرف التواصل بقى، يتواصلوا ازاي برضو؟ يعني يتصلوا بالارقام، بيتصلوا بالارقام الفريق الطبي هيرد عليهم، هيبتدوا يشرحوا الحاله، ودي مهمه قوي. هل ده بيبقى من خلال التليفون ولا بيبقى في عيادات يا دكتور؟ كله اونلاين، كله اونلاين. عايزه اقول لحضرتك على مدار 9 سنين محققين نجاح حلو قوي في موضوع بس الاونلاين. انت مش محتاجه تروحي ولا تيجي ولا تصرفي فلوس بنزين وتروحي تنتظري وتستني دورك ومش دورك. احنا كل بنوفره مكالمه تليفون بتشرح الحاله بتاعت حضرتك. لو في فحوصات دم عاملينها او في اي مشاكل صحيه بنبعتها برضو عن طريق كله اونلاين. وانت قاعده، انت قاعده في مكانك تقول لي مثلا ماما تعبانه مش قادره اخدها للدكتور، عايزه فعلا حاجه تخسس ماما لا قدر الله كبيره في السن، كل الكورس ينفع طبيعي وامن ومرخص من وزاره الصحه المصريه. الله عليك يا دكتورة منى يا قمر، انا بشكرك جدا. تسلميني يا رب، وبشكر وقتك القيم الجميل. انا اللي بشكر حضرتك والله على الحواوش الجميل. الله يخليكي. الله بس مش كل مره تيجي ما تدوقيش، ما ينفعش يعني يقولوا علينا ناس بخله. لا ابدا ابدا، انت كريمه وجميله. بشكر الدكتورة منى ياسر خبيرة الماجستير التغذية العلاجية بجامعة القاهرة على الكلام الجميل اللي قالته لنا والشيق. طبعا ما ننساش نتابعها على الأرقام اللي نزلت لحضراتكم على الشاشة، وهتلاقوا دايما كل الجديد وكل المفيد في مطبخ ريهام الديدي. يا رب حلقتكم النهاردة تكون نال الحلقة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وتكونوا استفدتوا بالوقت الصغير اللي احنا قعدنا فيه مع بعض. أشوف وشكم بخير بحلقة جديدة من مطبخ شيف ريهام الديدي. شكرا لكم والسلام عليكم.